يعني تعالي بقى نعرف منك ولو بشكل مختصر الاستعدادات اللي مريتي بيها الفترة اللي فاتت دي كلها لغاية لما وصلتي لهذا المركز الأول إفريقيا. طبعا عديت بمراحل كتير جدا وضحيت بحاجات كتير جدا في حياتي عشان الميدالية دي. طبعا دخلت منتخب مصر وعملنا تصفيات كتير جدا جوه، و مش عايزه اقول ان انا مريت بحاجات وحشه، بس دي حاجات بجد كانت بتشدني ان طعم النجاح هيبقى حلو بالحاجات دي. طبعا ومش سهل، يعني طعم النجاح مش سهل، مش سهل خالص، لا مش سهل خالص. ودي يعني الحاجات دي طبعا بتفضل تدفعني لقدام لحد ما وصلت اللي انا فيه الحمد لله. بس فدخلت المنتخب الحمد لله وكفحت جوه، ولحد ما على طول اثبتت ان انا اول جوه، واختاروني ان انا امثل مصر في بطوله افريقيا، والحمد لله عملت اللي عليا وجبت اول. ما شاء الله، جميل. ده كده باختصار، ها، بس احنا هنرجع تاني ليكي للتفاصيل، لان بصي قصص النجاح دايما احنا بنحب نسمعها بالتفصيل علشان نتعلم منها. انا مش بجاملك بجد، الواحد بيبقى حابب يعرف طب البطل ده مثلا تالق في المجال الرياضي، طب هو ضحى بايه؟ انت قلتي ضحيتي بحاجات، فهنرجع نعرف ايه اللي ضحيتي. عملتي توازن بين الدراسه ولا لا؟ فوتي عيد ميلادات ناس كتير، سفر كتير، حاجات زي كده. لا عايزين طبعا